يفتح عالم بلوك تشين اللامحدود الباب أمام الألعاب عبر الإنترنت. يهدف مشروع إكسبت إلى تحسين صناعة الألعاب عبر الإنترنت، يتم استخدامه كرمز عملة كامل للمعاملات المالية التقليدية، ولكن وظيفته الرئيسية هي عملات إكسبت. إدارة سلسلة المكافآت هي نشاط محدد في صناعة الألعاب عبر الإنترنت. سيتم بناء هيكل توزيع العملات على عدة مراحل. يتم إنشاء مليار قطعة نقدية في هذه الشبكة، وهذه القطع النقدية مقسمة على النحو التالي: سيتم بيع 400 مليون قطعة نقدية للمشترين المنتظمين على أربع مراحل، 100 مليون قطعة نقدية لكل منها. مستثمر جاء إكسبت من بيع هذه العملات في تطوير أعمال الألعاب عبر الإنترنت، سيتم منح 400 مليون قطعة نقدية للمساهمين الأوليين وفريق تطوير الأعمال، 200 مليون قطعة نقدية أخرى تحت تصرف مشغل الأعمال. يتم تحديد كيفية إنفاق هذه القطع النقدية. أيضا سيستخدم مشتر العملات عائد الاستثمار بثلاث طرق في هذه الحالة: يتم تجميد العملات المعدنية، ويمكن لميزا STAKE1 مشتري العملات المعدنية الحصول على عملاتهم المعدنية الخاصة، ولا يمكن لأي شخص آخر نقلها عن كل سنة. تخزين ما يعادل 5% من مبلغ 200 مليون قطعة نقدية. يتم دفع الفائدة. مزود خدمة ألعاب إكسبت عبر الإنترنت وفقاً لعمليات تدقيق محددة، سيتم تحديد وإعلان إكسبت سالب 2 في نهاية العام. هو الربح الذي حققته أعمال الألعاب عبر الإنترنت. يقسم هذا الربح على 800 مليون حصة كل عملة من الربح المحقق يحدد. ثم بالنسبة لجميع العملات المودعة، يتم تحديد الربح في شكل معاملة سوف تودع هذا الربح بغض النظر عن وقت شراء العملات لآخر شخص يسميها CCXX. من العملات المعدنية سيتم دفع الرهان غير المدفوع، ولا فائدة في هذا القسم. لام ستيك كوينز سوف لا تعادل الحصة سالب 3 بالنظر إلى أنها قد تكون جزءا من 400 مليون قطعة نقدية للمشترين العاديين. لا، وهو في الواقع المبلغ غير الموزع لأرباح خدمة لعبة ستيك. يصبح يتم شراء الحرق من تجار العملات المعدنية، ويتم شراء عملات إكسبت عبر الإنترنت. وبهذه الطريقة، وبسبب انخفاض العملات المتداولة، فإن قيمة وأرباح العملات المتبقية في الفترات بعد ذلك ستزداد، وسيزداد توزيع الأرباح. يتم استثمار عائدات بيع العملات في تطوير وتحسين خدمة ألعاب عبر الإنترنت تسمى إكسبت على xbatcc.com. سيتم تحديد السعر الأولي من خلال حرق في الإصدار الأول للعملات. تعتمد هذه القيمة وتزداد حسب عدد العملات المعدنية المحروقة. ستزيد قيمة العملات المعدنية أيضا بالاعتماد على السعر الذي تم الحصول عليه في البورصات المختلفة في بيع وشراء العملات المعدنية، بالنظر إلى أن العملة ستكون مرتبطة بالأداء المالي لخدمة الألعاب عبر الإنترنت، فإن نمو المستوى المتوقع لها يكون كبيرا جدا. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لمستخدمي شبكة إكسبت حق تصويت واحد في نظام التصويت CCXX مقابل كل 10,000 قطعة نقدية مكدسة في النظام. يتم بناء مستقبل الألعاب عبر الإنترنت اليوم مع إكسبت.